السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ سنة أولى متوسط، اليوم عندنا اختبار مقترح للفصل الثالث بحول الله. نبدأ كما العادة نقرأ النص ومن بعد نشرحه ومن بعد نروح نجاوبوا على الأسئلة مع بعض. لينرجي إيوليان sur notre planète la Terre il existe des ressources d'énergie que ne s'épuise jamais. On les appelle l'énergie renouvelable. Le vent ne s'épuise jamais. Quand il fait tourner des éoliennes, l'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins, avancer des bateaux, et elle permet aussi de créer de l'électricité grâce aux éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète. L'homme devra seulement s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions pour ne pas polluer notre terre. يعني نروح نقراو مباشرة نشرحو النص. لينرجي ايوليان يعني الطاقة تاع الهواء، الطاقة الهوائية تاع الرياح سور نوتخ بلانيت يعني الكوكب تاعنا الأرض لا تيغ. إل إكزيست دي ريسورس دينرجي يعني يوجد مصادر طاقة كي نو سيبويز جامي التي لا تنتهي أبدا. أون لي زابيل لي زينرجي رونوفلابل تسمى بالطاقات المتجددة. لو فون اللي هو الريح نو سيبويز جامي لا ينتهي ابدا. كون عندما الفوتوني ديزيوليان يعني وقتاش عندما يتحول الى هذو التوربينات يسموهم العربيه التوربينات الهوائيه، يعني يجو كما المروحيات يلتقطوا الهواء ويحولوه الى طاقه هوائيه. لينرجي ايوليان سورونوفل سانسيس يعني تتجدد هذه الطاقه تاع الرياح تاع التوربينات الهوائيه تتجدد سانسيس يعني بدون توقف. Elle peut faire tourner des moulins يعني تقدر تدور من المطاحن هذوك المطاحن تاع بكري اللي كانوا يديروهم. Avancer des bateaux تمشينا للبواخر السفن. Et elle permet aussi de créer de l'électricité وتقدر حتى تخلق لنا تريسيتي يعني الكهرباء. Grâce aux éoliennes بفضل التوربينات الهوائية qui produiront du courant sans abîmer notre planète يعني اللي تخلق تنتج لنا تيارات بدون يعني ان تؤذي الكوكب تاعنا. لوم دوغرا سيلمون سابيتوي ا لا فورم دي سي نوفيل كونستركسيون بور نو با بولي نوتر تير يعني الانسان لازم عليه يتعود على هذا الشكل يعني من البناءات الجديده حتى بور نو با بولي نوتر تير يعني حتى باش ما نلوثوش يعني الارض تاعنا. روحوا مباشرة شوفوا الأسئلة بلا ما نطولوا ونجاوبوا عليها. دون سو تكست بارلتون دو يعني رانا نتحدثوا لا بلانيت تيغ لي ريسورس رونوفلابل ولا لافونيغ دو لوم يعني مستقبل الإنسان ولا الطاقات المتجددة ولا على الكوكب تاعنا الأرض. يعني احنا مباشرة راح ناخذ الإجابة يعني هما الطاقات المتجددة. هذه الإجابة الثانية. عفوا ماشي هنايا، هذه المفروض هذه هنا يعني المفروض انه هذه الإجابة الثانية. الإجابة هي هذه ماشي هذه، هذه هي الدائرة تاعها لي ريسورس رونوفلابل. روحوا السؤال اللي بعده. كو دوا اون اوتيليزي بور برودوير de l'électricité à partir du vent. يعني واش لازم نستعملو باش ننتجو تريسيتي. يعني هنا عطانا باش نخيرو باش راح ننتجو الكهرباء دي بانو سولير يعني هذوك الالواح تاع الطاقه الشمسيه ولا دي مولان المطاحن ولا دي زيوليان يعني ما واش اللي ذكرناها في النص هي لي زيوليان. نشوفو السؤال اللي بعدو. Relève l'expression qui montre que les éoliennes ne sont pas dangereuses pour l'environnement. يعني بين لي عطيني l'expression تعبير لي بين بلي هذوك لي زيوليان ne sont pas dangereuses pour l'environnement يعني ماهمش خطر على المحيط تاعنا. وراهي الجمله اللي تبين لنا هذا الشيء. روحوا للنص ونشوفوا. عندنا هذه العباره زيوليان كي برودويرون دو كورون سون ابيمي نوتر بلانيت يعني التي تنتج تيارات من غير ان تؤذي يعني الكوكب تاعنا. يعني هذه هي العباره.
يعني هذه هي الإجابة كتبتها لكم هنا. يعني نروحوا للسؤال اللي بعده. دي ريسورس انيبويسابل لو مو سيلوني فيدير، يعني الكلمة المستطرة تعني انيبويسابل معناتها يعني غير منتهية. عندنا ايرياليزابل يعني غير قابلة للتحقيق، انتغيسابل يعني غير منتهية، ولا انفيزابل. انفيزابل يعني انفيزابل يعني غير ممكنة، يعني الإجابة هي هذه. هنا في السؤال الخامس قال لك كومبليت لو تابلو، عفوا كومبليت لو تابلو سويفون بار غاز بترول، عفوا يعني عطاونا ريسورس نون رينوفلابل ريسورس رينوفلابل، يعني وحنا راح نملئوا الجدول غاز بترول او سولي فون شاربون. عندنا غاز هو من الطاقات غير المتجددة، يعني نكتبوه نون رينوفلابل يعني غير المتجددة. بترول يعني البترول، هو البترول يعني هو من الطاقات غير المتجددة أيضا. نون رينوفلابل لو هو من الطاقات يعني الماء لا ينتهي. سولي سولي اللي هو الشمس طاقة متجددة. لو فون اللي هو الرياح طاقة متجددة. شاربون يعني الفحم هو من الطاقات غير المتجددة. يعني هذو هما عندنا غاز بترول شاربون يعني هذو طاقات غير متجددة نون رينوفلابل. عندنا لو لو فون اي لو سولي هذو طاقات متجددة نقولو لهم ريسورس رينوفلابل. نروحو للسؤال اللي بعدو مباشرة، عفوا نروحو للسؤال السادس. اكسبريم لو بيت يعني عبرنا على الهدف. باش نعبرو على لو بيت نستعملو بور. نو كونستخويزون دي زيوليان من اجل نو برودويرون دو الكتريسيتي، يعني نديرو هذوك التوربينات الهوائيه من اجل انتاج يعني الكهرباء. كيفاش نديرو؟ هذه هي نو كونستخويزون دي زيوليان. هنا نديرو بور من اجل بور، بعد هاد الفيرب يجي في لافينيتيف يعني هذه النو تروح، ونديرو بور برودوير ليكتريسيتي باش ننتجو الكهرباء. Nous utilisons les ressources renouvelables, nous protégeons notre planète. يعني بنفس الطريقة نديرو هنايا نكتبوها كيما راهي. يعني هذه هي nous utilisons les ressources renouvelables pour، كي درنا pour الفيرب رجعنا في الانفينيتيف، يعني نديرو لو ار لي فيرب تاع برومي جروب، يولي بروتيجي notre planète. Notre planète. Conjugue les verbes à l'impératif présent. يعني حنصرفو مع tu. Préserver les ressources naturelles. يعني هاي سهلة مع ER. تنحي يعني مع لي فيرب تاع برومي جروب نحو لو ER ونصرفو بكل بساطة. الامبيراتيف مع tu راح نزيدو E نحو لو ER ونديرو في بلاصتها E. تولينا pré préserve préserve être être matu ou les ne يعني ne sois pas gaspilleur يعني ما تكونش مبذر. هذه هي. نروحو للسؤال اللي بعده complète et fais attention à l'accord يعني اكمل ويعني وخذ بعين الاعتبار يعني الربط. ممكن نشوفو cette maison يعني هذا المنزل possède دي بانو سولير، يعني هذا المنزل يملك ولا يحتوي على فيه ألواح شمسية. سي هذا التمرين سهل بزاف. سات ميزون يعني منزل، هنا عطاونا سي في الجمع، هذا عطاونا هذه تاع الجمع يعني باينة بلي راح نكتبو في الجمع ميزون برك نزيد نضيفولو الأس. نروحو للفيرب اللي عندنا واش هو بوساد أو من لي فيرب تاع برومي جروب. دوكا واش راح نزيدولو؟ عندنا هنا سي ميزون يعني راهي إل إل أفيك إس. عندنا هنا كي صرفنا مع إل زدنا أو، وهنا كي صرفنا مع إل أفيك إس واش راح نزيدو؟ أو إن
تي. يعني في هذا السؤال فورم لي زادفار دو لا مانيير، لي زادفار دو مانيير يعني تاع الحالة. عندنا فور يعني ما قلنا ما تكملش ا انتي ولا او انتي، يعني راح نديرو نطبقو عليها الحالة العادية انه نحولوها للمؤنث ومن بعد نزيدو لها ام او انتي. يعني واش نديرو فور ترجع فورت فورتمون. عندنا كوراجو في المذكر كوراجو يعني شجاع. الاكس شتا قلنا في لي زاجيكتيف في الفيمينا تاع لي زاجيكتيف الاكس ترجع اس او. نرجعها كورا جوزمون يعني دوكا رجعناها للمؤنث، يعني كاين زوج مراحل، المرحلة الأولى رجعوها للمؤنث ومن بعد نزيدو لها ام ام او ان تي كوراجوزمون. هذا هو الدرس تاع لي زادفيرب دو مانيير. برودكسيون إكريت يعني لهنا برودكسيون إكريت دون لي دي كونسين يعطي زامي بور لو مونتي لامبورتونس دو ليتيزاسيون دي زينيرجي رونوفلابل. يعني هذا التعبير بحول الله راح ندير عليه درس وحده، راح نديرو في فيديو آخر بحول الله تعالى. تابعوني على القناة بإذن الله، راح تلقاو فيها فيديو في الأيام القادمة، فيديو على يعني الطاقات، أهمية استعمال الطاقات المتجددة. هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم، نتمنى أنه يكون نال إعجابكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك تاعكم، لأنه راح يكون بإذن الله مزيد من الفيديوهات الخاصة بالسنة الأولى متوسط وباقي السنوات الأخرى بحول الله. مع السلامة.